اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بنرحب فيكم بحلقه جديده من برنامج ضربه حظ. برنامج ضربه حظ برنامج مثل ما عودناكم المسابقات والتحديات والجوائز من الاطفال الى الكبار بين الصبايا وبين الشباب. نوار، وبمسي على زميلتي. يسعد مساك امجد، مسا كل الجمهور الموجود معنا بالفجيره مول، واكيد كل اللي عم يشوفونا عبر شاشه قناه الفجيره. يوم جديد، تحديات جديده، واكيد كثير من الجوائز يا امجد اللي مثل ما عودناكم دائما مقدمه من عده جهات موجوده بالفجيره مول. اولها العربيه للعود، كرجي للعطور، مسك الامارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، وايضا مطعم اوليريز وكفاله للعطور والسيدات، وريفولي وفان بلوك للاطفال، وبراند فور وتيلي لينك، وعبد الصمد القرشي، ودكتور نيوترشن، ومجموعة الطائر للسيارات من فورد. بدي أسمع تحية لداعمين برنامج ضربة حظ معانا اليوم، وبنمسي كمان يا نوار بالحضور الكريم بالفجيرة مول اللي مشاركنا. أكيد أمجد، بس بدي ذكي أكيد بأولى فقراتنا لليوم، فقرة شرق وغرب، عنا كمان فقرة هو وهي وفقرة الأمثال، أما أخيرا ضربة الحظ رح نختار ثلاث مشتركين يجربوا حظهم يرموا النرد لحتى إن شاء الله يطلع لهم رقمين مثل بعض ويربحوا 10 كوبونات يقدروا من خلالها يدخلوا السحب على سيارة فورد المقدمة من الطاير للسيارات ومن الفجيرة مول. أكيد، وصار فينا بدنا نبلش بفقرتنا الأولى شرق وغرب. أنا رح أختار فريق، يلا اختاري. رح أختار البنت اللي لابسة رمادي. ها 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 ها، طبعا أنا فريقي دايما ربحان وأنت بتعرفي. ومين صح؟ مين راح يبلش معنا؟ مين راح يبلش معنا؟ بدي البنت اللي لابسة أبيض. أيوة، تعي. أكيد أمجد، هاي الفقرة رح يكون في قدامهم قطع لازم يركبوها، وممكن يستعينوا بالشاشة الموجودة قدامهم، بس رح نتعرف بالأول على أكيد. الصبايا، خبرين شو اسمك ومن وين؟ من لبنى، من سوريا. أهلا وسهلا لبنى. وأنت يا حلوة؟ تالا. تالا؟ من وين؟ من فلسطين. من فلسطين، معكم دقيقتين فقط، أوكي؟ بدنا نركب البابلز اللي تالا موجود ورانا على الشاشة. يلا، والجمهور كمان لازم يشجعكم، يلا. تفضلوا. اقعدوا عند المربعات الزرقاء. أيوة. وفرشوا القطع قدامكم، كمان فيكم تستعينوا بالشاشة لحتى تركبوا أكبر عدد ممكن من القطع الصحيحة بوقت قصير، أوكي؟ جاهزين؟ يلا لا تبلشوا قبل ما أمجد يعد لكم. جاهزين؟ فيك تزيحي شوي لهون؟ وأنتي تالا صح؟ تزيحي شوي لهون؟ برافو عليكم. جاهزين؟ أوكي، يلا. جاهزين يا نوار؟ أكيد جاهزين. راح نبلش عد؟ يلا يا جمهور، بدي اسمع تحية اول شيء، حيوهم. 1 2 3، بلشنا وبلشنا يا نوار التحدي. حماس كمان، وبلشنا السرعة والتحدي اليوم. يعني الصراحة انا مو عارف شجع لبنى ولا تالا. يلا ركزوا كتير منيح، لبنى وتالا فيكن تشوفوا القطع اللي نفس بعضها نفس الالوان. لبنى، راح نشوف مين راح يفوز. لبنى، هاي هون. لا لا لا، هاي راح نشوف مين راح يفوز معانا اليوم. ايوه، في مساعدات شايف انا. لا لا لا، انا ما ساعدت، انا بس قلت لوين تحط القطعة على فكرة. يلا يا حلوين، يا سلام على التحدي. برافو لبنى، عندها قطعتين صح. قصدي اسرع اسرع، ولبنى عندها قطعتين صح. يلا يلا، فيكم تطلعوا السكرين اللي قدامكم مشان تعرفوا اذا القطعه صح ولا لا. برافو لبنى، عندها 4 قطع صحيحه. ركبي اي قطعتين، ركبي اي قطعتين، اي قطعتين، اي قطعتين. فيكي تبداي بجزء ثاني تالا. يلا يا لبنى، باقي شويه وقت. ايوه هدول بيشبهوا بعض هدول. ايوه ايوه، 40 ثانيه معنا. يلا ها، حاولوا شوفوا الالوان اللي مثل بعضها بتساعدكم. جربي، جربي جهه مختلفه. لبنى عندها 4 قطع، تالا عندها قطعتين. يلا تالا، باقي تقريبا باقي وقت قليل. برافو ثانية. لبنى لبنى صار عشر عندها دواني. 6 قطع. 4 3 2 1، ستوب، انتهى الوقت. لبنى عندها 6 قطع، تالا عندها بس قطعتين. شكرا تالا.
شكرا. حيوم حيوم تعالي نسمع تحية. أكيد 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 حيينا أمجد لو سمحت زقف لنا أنا ولبنى. أعطوهم سقف بيستاهلوا. يلا نوار وفريق نوار. أيوة برافو. وين حجر النرد؟ ارمي النرد. رقم رقم واحد. دي رقم واحد. جائزة رقم واحد. ألف مبروك لبنى، بتربحي معنا تو تيكتس من جالكسي سينما. شكرا. وبدنا نختار كمان. نعم بدنا نختار كمان. اوكي شوف في ولدين لابسين مثل بعض هلا، هني على الاغلب اخوه. وينهم؟ ليكن صغار. ها شفتهم؟ اختاروا. طيب ايوه ايوه تعالوا يلا. ستايل زينجو رينجو حلوين. يا سلام اصلا شكلهم دوم صح. تعالوا تعال هون 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 هون. اول شيء تعال هون. تعال تعال. مرحبا امجد، شو رايك تخربط لهم القطعه لحتى اتعرف عليهم؟ خبرني شو اسمك. امجد. من وين؟ من وين؟ ما بتعرف من وين انت؟ لا اوكي. انت شو اسمك؟ اغيد. طب من وين بتعرف؟ من سوريا. سلام طلع اغيد اشطر منك. اوكي خلص انا اغيد عندي بالفريق. امجد عند امجد. انت بتختاري على الشكل ولا شو قصدك؟ لا عرف من وين هو بس امجد ما عرف. تعال. فانا حسيت انه اغيد اشطر. مرحبا كيفا؟ تعرف اللعبه؟ تعرف؟ طب انا بدي اسالك على اسمك بعد ما تفوز. طيب لازم نفوز. يلا وانت اغيد اكيد رح تفوز وترجع تقول لي من وين انتو. يلا لا تبدأ قبل ما امجد يعدلكم. استنى استنى أوكي؟ واحد استنى شوي. استنى 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 امجد استنى شوي. طلعوا فيني اوكي يا استاذ. مرحبا. ويت شوي انتو يا زينجو رينجو. 1 2 3 يلا وبلشنا أوكي. تحدي ابدا. بلشنا تحدي. يلا شوفوا الالوان اللي مثل شوف بعضها. شوف واحده غير. شوف واحده غير. ما عم تركب معه. ما عم تزبط معي. اوكي يلا يلا اغيض. شو؟ طب لا مش هون. حاول لون تاني امجد. لا لا حاول بهدول القطع الثاني. هدول شوف قد عندك قطع. عندك كثير قطع كمان هون. خلص اتركن هدول اللون الاخضر. امجد شوف في كثير قطع. اوكي حاول بغير لون. تست. مصر على اللون الاخضر. اغيد انت شو صار معك؟ ها وين وصل التحدي؟ وين وصل التحدي؟ يلا معانا 40 ثانية. يلا يخلص الوقت. 40 ثانية معانا. يلا حدا يركب اشي. اوكي اوكي حاول حاول بهاي حاول بهاي نفس اللون. امجد انا بس بقرب ال امجد لو سمحت ارجع لمكانك. ما بغشش انا قربت والله. أغيد يلا برافو هذول نفس اللون غير مكان. 25 ثانية مع الحين 20 ثانية. غير غير أغيد خليها من هاي الجهة. غيرها غيرها غيرها. خلي هاي القطعة غير من هاي الجهة. خذها الثانية. 10 ثواني. أوكي أوكي هون 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 على هاي. 5 4 3 2 1 ستوب. انتهى الوقت. الوقت سوري امجد واغيد للاسف ما قدرتوا تجمعوا قطع. اكيد ان شاء الله رح تشاركونا. وقفوا وقف. شكرا شكرا. لا تزعل. شكرا لا تزعلوا. بتشاركوا مره ثانيه وبتربحوا ان شاء الله. اوكي امجد شو رايك نختار فريق جديد؟ نختار فريق. انا رح اختار البنت اللي لابسه ازرق. وين 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 وين؟ تعال تعال يلا اسرع اسرع اسرع. ايوه تعال أوكي. انت ليجي رح نتعرف عليك. خبريني شو اسمك ومن وين؟ يارا من فلسطين. اهلا وسهلا يارا. وانت يا حلو؟ احمد صلاح. من وين؟ من اليمن. من اليمن. تحيه لجمهور اليمن.
وجمهور فلسطين كمان. ها وتحية لجمهور فلسطين. وتحية لجمهور فلسطين ولكل المشاركين. يلا يلا يارا وأحمد تفضلوا. اقعدوا على المربعات الزرقاء. جاهزين؟ لا تبلشوا لحد ما أمجد يعود. يلا جاهزين؟ 1 2 3 بلشنا تحدي. ومين الأسرع؟ ومين اللي راح يفوز؟ فيكن تستعينوا بالصورة الموجودة على الشاشة إذا حبيتوا. فيكن تشوفوا الشاشة، يعني ممكن تشوفوا الشاشة وتتعلموا منها وتشوفوا الصورة اللي على الشاشة. صار عنا قطعتين صح. أحمد صح؟ اسم فريقك؟ أوكي أحمد، حاول تركب الألوان القريبة من بعضها. يا سلام يا أحمد، عندها قطعتين صح. القطعة اللي ما بتركب شوفوا غيرها واستعينوا بالصورة. يعني فيك تركبي جزء تاني من أحمد. هي الصورة كمان قدامك شوفها. أيوة أيوة شوف كيف هيك هيك غير بدل. باقي دقيقة واحدة. نعم باقي على إقلاع الطائرة دقيقة واحدة وسنقلع بعد لحظات. 50 ثانية. صح. يا سلام في تحدي. يارا عنده 4 قطع في تحدي صحيحة. في تحدي. أحمد عنده قطعتين. ها مين اللي راح يفوز بهالتحدي؟ لا أحمد عنده 3 قطع. مين اللي راح يفوز بهذا التحدي؟ ركب صح يا أحمد، ارجع وشوف شو أحمد عمله. عنده بس 3 قطع. يارا يا سلام يا سلام برافو يارا، عنده 6 قطع. برافو أحمد. وصاروا مين راح يفوز معنا؟ يلا يا حلوين مين راح يفوز معنا؟ شو يا جمهور حيوهم شجعوهم. 10 ثواني. يلا يلا 4 3 2 1. انتهى الوقت. انتهى الوقت. رح ابدأ من عندك يارا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اما احمد للاسف 1 2 3 4 5. شكرا احمد. وجو لا هدول مو صح. شكرا احمد مبروك يارا. حيو لأحمد، حيو فريقي، حط أوفر إن شاء الله تربح معنا يارا. شو رأيك ترمي النرد؟ يلا يلا نضرب النرد. رقم 4 4 4. جائزة رقم 4 ليارا تستاهل. ألف مبروك يارا، بتربحي معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا بس من هون يارا. شكرا. حيوها تستاهل تحية. ما رح أعلق، رح أتركك أنت تعلق أنت وتطلع بريك. رح أعلق، أنت عاملة خلطة سحرية. رح نكمل فقراتنا أنا وها. أستمتع بالفوز. أوكي. رح نكمل فقراتنا وتحدياتنا. أكيد أمجد بس بعد البريك. يلا. لحتى نكمل تحدياتنا أمجد، وأكيد وصلنا للفقرة الثانية، فقرة هو وهي. شو هاي الفقرة؟ هاي الفقرة يا نوار بنسأل أسئلة للبنات بتخص الشباب، وبنسأل الشباب أسئلة بتخص الصبايا، ولكن هون ببان التحدي ببرنامج ضربة حظ. رح نشوف مين معلوماته أكثر أمجد. هلأ أنا تعودت دائما فريق اللي يفوز، بس إن شاء الله تأخذ فرصة اليوم فريقك يربح. على فكرة أنت طبلتي بالفوز إلك كثير. معي حق. رح نشوف اليوم رح نشوف. اوكي امجد شو رايك نبدا نختار مين من الشباب والصبايا؟ بدنا ناس جداد. ها ممكن ناس متزوجين يشاركونا. تفضل معي يلا تعال. اذا بتدخل المدام اهلا وسهلا، اذا معاك المدام اهلا وسهلا. ها التحدي تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يلا مشاركين جداد معانا في البرنامج حيوهم، بدي اسمع تحيه. يلا حماس. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. وانت طيب صحة وسلامة. تفضلي. فريق الشباب مع نوار
فريق الصبايا معي. لو تبادلوا بس الأماكن نبدل مواقع بعضنا. وانت طيب يا رب. تعرفنا عن حالك، الاسم من وين؟ محمد أبو عبد العزيز من الأردن. أهلا وسهلا فيك. والمدام بتعرف عليك؟ أم عبد العزيز. أم عبد العزيز من وين؟ من الأردن. تحية لنشام الأردن فيك. تحية. أوكي رح يكون عندكم ثلاث أسئلة، كل سؤال 15 ثانية لحتى تجاوبوا. أوكي رح نبدأ معي يا أمجد. السؤال الأول بيقول شو وظيفة الكونسيلر الأخضر بالمكياج؟ الكونسيلر الأخضر بالمكياج. الكونسيلر الأخضر بالمكياج يعني الكونسيلر شو؟ لا شو الكونسيلر هذا؟ شو 4 3 2 1. لا عم يسألني شو هو الكونسيلر. أوكي لإخفاء الحبوب والإحمرار. عندك يا أمجد. يلا لشو بيستخدم جهاز السونار في الصيد؟ لشو بيستخدم جهاز السونار في الصيد؟ في الصيد؟ سونار في الصيد؟ لا يفحص الأشياء يعني شوف الأشياء. 3 2 1. انتهى الوقت يا أمجد. ليشوفوا الأشياء. هاي جواب مش كامل، لازم تعطيني جواب كامل. هو لكشف مكان أسراب الأسماك في البحر يعني أماكن. أوكي عنا يا أمجد، لشو يستخدم ورق الزبدة بالمطبخ؟ ورق الزبدة بالمطبخ؟ الزبدة نفسه ولا الورق؟ ورق الزبدة لشو يستخدم بالمطبخ؟ 1 2 3. لتجنب احتراق والتصاق المعجنات بالصينية. يلا بس لازم تقولي لتجنب الاحتراق. بدنا رابح بهالفقرة. يلا عندك بينكم. أوكي وظيفة السلندر في السيارة. السلندر يلا. سلندر في السيارة شو وظيفته؟ سيارة يا أخي جيمس. أي تشغيل السيارة. 4 3 2 1. صح أول صح. لحنا داخل البنزين ودخول وقود والهواء المحرك. صح أوكي. لشو تستخدم الدبابيس بالخياطة؟ الدبابيس حتى تثبت القماش. صح نحن كمان صار عندنا نقطة. طيب بدنا نتميز عليهم. آخر سؤال معنا إحنا، وهذا سؤال للبنائين وللمقاولات. لشو بيستخدم الكريك في البناء؟ لشو بيعمل؟ يعجن الاسمنت والطراب والأشياء هاي. صح والله صح. حيوها مبروك عليكم. حيوها ربحوا علينا. حيوها مبروك أمجد. مبروك مدام. تفضلي ارمي النرد. ها ورقم النرد، رقم النرد بيستقر رقم على رقم 2. هدية رقم 2. ألف مبروك مدام قسيمة مقدمة من نسيم كافيه. شكرا حيوم. شكرا يستاهلوا تحية. أهلا وسهلا. أوكي مين بيحب يشاركنا؟ تتفضلوا. وين اللي بده يشارك؟ تفضلوا. وين اللي بده يتحدى؟ يا نوار إن شاء الله هالمرة نحن الربحانين يا أمجد. فائز معنا هلأ. فريق اللي فاز سجل عندك. سجلت. تفضلوا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل. كل عام وانتم بخير. تعرفنا عن حالك ومن وين؟ محمد طردي من الأردن. أهلا وسهلا فيك. عليك مريم من ليبيا. مريم من ليبيا. تحية لجمهور ليبيا اليوم موجود معانا. تحية. أوكي يا أمجد رح نبدأ معنا مثل ما شفتوا معكم 15 ثانية لكل سؤال. أوكي السؤال الأول بيقول شو وظيفة ورق الكربون في الخياطة؟ ورق الكربون بيعلم على المكان مبنى. صح. هاي واحد عندكم. طيب بدنا تركيز. شو هي القروانة في البناء؟ شو هي القروانة في البناء؟ ترولا يقولها كيف شكل؟ زي العربية تقريباً. صح حيوها. تعادل يا أمجد. حيوها. أوكي عنا شو وظيفة البودرة المضغوطة بالمكياج؟ البودرة المضغوطة هاي بتثبت المكياج على صح. صار عنا نقطة. هذا سؤال لازم نركز فيه. شو وظيفة البستن، وظيفة البستن في السيارة؟ البستن بساتن
واحد يقول لك خربان عندك البسات الروح اعملها مخرطه و... امجد لو سمحت ساعد او صفايات المصال. شو وظيفتها؟ يمكن 4 3 2 1. انتهى الوقت يا امجد. انتهى الوقت للاسف. تحريك عنا. الزيت وظيفتها بالماكينه. قلت لك البست بساتن يا رجال. ها عنا يا امجد. ما بتروح صناعيه كثير، لازم تسجل حضورك. شو وظيفه الحامل السلكي في المطبخ؟ كم مره شو وظيفة الحامل السلكي في المطبخ؟ حامل السلكي؟ ما بعرف. ما عداش علي. 4 3 2 1. لا انتهى الوقت للأسف. تهوية وتبريد المخبوزات بعد خروجها من الفرن. كم نقطة معك أنت؟ نقطتين. نقطتين؟ احنا كم عنا؟ نقطة واحدة. نقطة واحدة صح؟ خلصوا أسئلتك؟ كيف؟ خلصوا أسئلتي. نعم وأنا خلصوا أسئلتي. يعني مين الربحان؟ خلصوا أسئلتك ولا باقي عندك سؤال؟ شو؟ باقي عندك سؤال؟ آه شو يعني الفلطحة في الحدادة؟ الفلطحة؟ هي اللي بيخطوا عليها الحدادين بيطقوا عليها تقريبا؟ شو كنترول صح ولا غلط؟ بيطقوا عليها الحدادين تقريبا. 4 3 2 1. هلأ انتهى الوقت وانتهت معه أسئلتك. خبرنا شو هو جواب السؤال اللي سألته أنا يا نوار؟ زيادة سمك المعدن. أيوة. أوكي أمجد خلص أسئلتك وخلص وقتك ونحن عنا نقطين وانت عندكم نقطة. مين بيكون الربحان؟ سمعني أنت طبعا. صح عجل النرد. يلا تستاهل. رقم 6. ألف مبروك، تربح معنا قسيمة نقدية من مسك الإمارات. شكرا شكرا مدام. أوكي يا أمجد بهيك منكون خلصنا هاي الفقرة. أنت ربحت مرة وأنا ربحت كمان. مرة مو مشكلة، تعادل. شو رأيك نطلع بريك سريع ونرجع؟ يلا نطلع بريك. هذه الأجواء الحماسية طبعاً رجعنا لكم ومشاهدينا وبنكمل فقراتنا ببرنامج ضربة حظ يا نوار. أكيد يا أمجد وصلنا للأسف للجزء الأخير من برنامجنا لليوم وفقرة الأمثال لنشوف مين اللي عنده كتير خبرة بالأمثال رح يقدر يكمل نص المثل اللي أنا أو أمجد رح نخبره إياه معه. 5 ثواني لكل مثل. أكيد. كم مثل رح نطرح عليه أمجد؟ طبعاً 5 أمثال لازم يجاوب المتسابق الأقلية يعني 3 أمثال ويكون سريع في الإجابة. صح يا أمجد، شو رأيك نختار؟ يلا يلا. مين بحب يشارك؟ مين شاطر يشارك بالأمثال؟ ها شو رأيك المدام اللي لابسة شيلة بيضة؟ يلا بتشرف. أهلا وسهلا. مين راح يكون معنا أبو الأمثال أو أم الأمثال بهاي الفقرة؟ تفضلي نتعرف عليكي. ومن وين؟ عنان. من وين؟ من سوريا. أهلا وسهلا فيكي، كيفك مع الأمثال؟ أوكي. طيب أمجد راح أبدأ معي، راح نطرح عليك 5 أمثال لازم على الأقل تجاوبي 3 صح. أوكي. المثل الأول بيقول شفت الزول. شفت الزول. 3 2 1. حسبت هول. عندك يا أمجد أعزب دهر ولا أرمل ولا شهر. صح. اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بالحجارة. صح. عندك يا أمجد اللي بيطلع من داره بيلمع دار. صح. لا تصب الزيت على النار. يا سلام. ألف مبروك، 4 إجابات صحيحة من أصل 5. وهي حجر النار. رقم واحد. وجائزة رقم 1 هدية رقم 1. حيوها. ألف مبروك مدام، تربحي معنا هدية مقدمة من عبد الصمد القرشي. شكرا لك. شكرا. بدنا متسابق ثاني. وين شايفة هذيك الست البعيدة؟ اللي من بعيد. البعيد تفضلي. البعيد يقرب لنا.
بس بنتمنى من الناس اللي اخذوا جوائز من عنا يروحوا يسجلوا اسمائهم. تفضلي عند الاخت صدف اسمك هناك. اهلا وسهلا، تعرفين عن حالك ومن وين؟ ام محمود من مصر. اهلا وسهلا فيك ام محمود، معك 5 امثال اوكي. ابدأ يا امجد. لا تخاف غير من صاحبك، من خليلك. انتهى الوقت يا امجد. من الساكت لقمه هنيه كفنيه. صح عندك يا امجد. يا ماخذ القرد عماله يروح المال ولا القرد عماله. صح سلام. صح اللي بده يلعب مع القط ما يخافش من الخربشة. صح يتحمل خرمي. شو عندك يا امجد؟ احترم كبيرك يحترمك صغيرك. صح ألف مبروك. تحية إلها، تحية تستاهل. كل 4 إجابات صحيحة من أصل 5. ألف مبروك أمجد وحجر النرد. يلا ارمي النرد لنشوف الماما شو رح تربح هدية. رقم 5. جائزة رقم 5. هدية رقم 5. شكراً. مبروك ربحتي معنا قسيمة مقدمة من دكتور نيوترشي. تفضلي من هون. شكراً. أمجد لوين وصلنا؟ لضربة الحظ. صح. معي الحجر الثاني. وصلنا لضربة الحظ ورح نشوف مين رح يربح. تتفضلي مدام لابس أحمر. تفضلي. والولد اللي لابس أحمر تفضل. الولد لابس أحمر؟ أنت لابس أحمر. يلا أمجد اختار. تفضل. وتتفضل معنا. أيوة أهلا وسهلا، بنجرب. خبرني شو اسمك؟ طارق زياد من الأردن. أهلا وسهلا فيك. وحضرتك مدام؟ أمي يوسف من مصر. أهلا وسهلا. والمتسابق الثالث تفضلي. مرحبتين، نتعرف عليك. غادة. من وين؟ من فلسطين. شكلكم بتعرفوا بعض صح؟ أوكي إن شاء الله أنتوا الاثنين تربحوا. بدنا نبلش. هاي حجر النرد نوار، تاني معي. أوكي معك، ندور عليه. هاي أول طيب. حجر وتاني حجر. عندكم 3 محاولات أوكي، لازم تحاولوا تجيبوا رقمين مثل بعض. ابدأ. تشجيع جمهور. وين؟ اسمع التحية وسلام. مبروك. يلا 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 معك فرصتين. معك فرصتين. أسرع. بيربح 10 كوبونات. جابها 3 عشر كوبونات. لا 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 لا. اجى على 5 الرقم. اجى على 3 وبعد 5 عنده فرصتين. ما ربح لسه معنا يا نوار. مو مشكلة. ربح. جرب. يلا مو مشكلة. اوكي. جا جرب كمان مرة. عم اقول لاني انا الحال تحمست. اوكي ورقم 3 بيستاهل. الف مبروك، بتربح معنا 10 كوبونات لحتى تدخل على سياره فورد. اوكي مين كمان رح يشارك؟ ان شاء الله اليوم كل اللي يكونوا معنا يربحوا. يلا بسم الله تفضل ارمي. رقم 2 و3. يا سلام. 2 و2. اوكي اعطيني 10 كوبونات لدخول السحب. طبعا ألف مبروك مدام، تربحي معنا 10 كوبونات لتدخلي السحب على سيارة فورد مقدمة من الطائر ومن الفجيرة. ايوه السيارات من الفجيرة مول. شكرا. يلا ان شاء الله نتوقع 3. يلا بسم الله. معقولة تكون الثالثة ثابتة ولا لا؟ إن شاء الله الثالثة ثابتة ولا لا؟ يا سلام. أوه لا لا اليوم الإنذرت خادعني. جرتني يا نوار. نحن متحمسين. أنا فرحان أكثر من الناس اللي بتاخذ جوائز. يلا إن شاء الله إن شاء الله ثابتة. إن شاء الله ثابتة. بسم الله. ها ها 3 و2. آخر محاولة. إن شاء الله الثالثة ثابتة يا زكريا. إن شاء الله ثابتة. ها رقم حظ اوفر. حيوها 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 لك. حيوها. يعني الصراحه يا امجد اليوم الحمد لله. صح. كان عندنا شخصين ربحوا معنا بفقره ضربه حظ واكثر من شخص ربحوا معنا بباقي الفقرات. بس ما بتلاحظ بشغله؟ شو؟ انه النرد خدع نوار وخدعني. كنا كثير متحمسين. امجد للاسف انتهت حلقتنا لليوم، اكيد بنشوفكم بكره بنفس المواد على قناه الفجيره بحلقه جديده تحت اكيد من الساعه 10 الى الساعه 10:45 دقيقه.
انتظرونا وتعوا خلينا نتحدى وخلينا نشوف أجواءكم بشهر رمضان المبارك هون بالفجيرة مول. وأيضا لا تنسوا الدخول بالسحب على سيارة فورد بالتعاون مع الفجيرة مول. وصار بدنا نقول يا نوار باي باي, باي.